ابتدت السيدة مريم والدة الزعيم لوحدها تحت النخلة. مسكت وهزي بجذع النخلة إليك. تساقط رطبا جنية. جنية. خدت بال حضرتك؟ فدي والدة الزعيم. ولا كانش معاها حد. هو برضو نفس الطريقة دي. معظم جدات جدتنا كانوا لساعة الولادة بتخش في أوضة بتولد. بيسمعوا صوت العيل زي ما أنت حضرتك قلت ويخشوا. ومعهم الاواني اللي فيها الميه السخنه وهكذا. يحصل بقى مضاعفات بقى بيفضل سر بقى. يعني الست كانت تخش تولد ومتشكرين. ام الرسول ولدت زوجة ام الرسول ولدت كده. السيدة آمنة. ايوه السيدة آمنة. و ام عبد الحليم حافظ برضو ولدت كده. تقدم الوضع بقى شوية بقى. أصبح هناك في القابلة. الداية. اللي أنت بتقول عليها الداية. القابلة التي تقابل وتستقبل الجنين لمجرد أن تقطع له. تقطع له يعني تربط الحبل السري. بدون أي تدخل. احزقي، خدي نفس، طب ارتاحي. ويت أند واتش. تنتظر وتلاحظ. وكانت الست دي كويسة قوي. في كده انها تنتظر. مفيش تقدم، خدوها بقى روحوا بيها في اي حته تانية. ست دي في الوضع ده، القابله دي شيء جميل جدا. القابله دي بقى دلوقتي من في الستينات والخمسينات تطورت، بقت عرفت تعرف حقن الطلق. وابتدت تتدخل وتدي حقن الطلق وتفجر الرحم، والرحم يجي لنا منفجر في المستشفيات عشان نشيله. دي سهلت المهمة. القابلة سهلت المهمة. خدت بال حضرتك؟ رغم ان كانوا ياخدوا دورات تدريبية، ولكن تدخلوا بقى. ليه؟ العامل المادي تدخل، اصبحت يا بقى عايز تعمل بيزنس. طيب برضو ابتدت الدنيا تتطور شوية. اكيد. وبقي اصحاب الشأن يقول لك لا، انا هجيب دكتور يولد بنتي او دكتور يولد مراتي في البيت. فاصبح في الحاجه اللي هي الهوم ديليفري، ولاده البيت. ودي